السلام عليكم، ان شاء الله كامل لاباس. اليوم على المباشر من الكوزينه، بدلنا شويه، كل يوم الورشه الورشه، اليوم من الكوزينه. عندنا ترموس عادي، دونك حنا حبينا نوريكم حاجه في متناول الجميع. اذا كانت عندك سياره تاعك تسخن لك، تبع على ديريت اللي تدخل فيها ترموس، اذا لقيتها بارده ديمونطي ترموس تاعك. دونك دوكا كيفاش نعرفوا اسكو الترموس تاعنا مليحه ولا عيانه؟ نحطوا الماء يغلي، كيما نعرفوا الماء كي يغلي يلحق 100 درجه. يعني الترموس تاعنا لهنايا، شوف الترموس تاعنا لهنايا راهي تتحل 82 درجه مكتوبه لهنا، ونحطوها نورمالمون. غير يبدا يغلي شويه الماء، هاد لابارتي التحتانيه تحبط باش يجوز الماء. يعني هاد لابارتي اللي تكون في الموتور اللي رايح تحل ويخرج لنا الماء من هنايا ويجوز لهنايا. الماء راهو يغلي، راني مخليها صافي لونطون ما تحلش. سينون اللي يحب، اللي عنده ريشو، ريشو تاع الطولي هذاك، تسخن لهنايا الداخل، هذه هي الداخل نورمالمون تتحلك. اذا ما تحلتلكش يعني عندك بروبليم في الترموس تاعك. هذه هي، ان شاء الله نكونوا فهمناكم، ولا بروشان ان شاء الله.